دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعتي الفاضلة، مستمعي الكريم، لا تدر لسانك إلا حيث ترجو رضا الله تعالى، ولا تدر عقلك إلا فيما يعود عليك بمزيد من المعرفة والنور. يا صاحبي، كما يتعاقب على الدنيا ليل ونهار ونور وظلام، كذلك حال القلب لا يزال يتعاقب عليه نشاط وفتور وإقبال وإدبار. فكل من فتح لك الطريق شمر وبادر، وكلما تعثرت وفترت حاول أن تلتقط أنفاسك لتعود من جديد، أجل تعود أقوى مما كنت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. إذا ألمتك نصيحة ناصح فلا يعني ذلك أن صاحبها يكن لك ضغينة أو يضمر لك سوءا، كلا، حتى لو لم يحسن أدب النصيحة، حين تكره الناصح ونصيحته فعد على نفسك باللائمة وعاتبها وحاسبها. فحري بك أن تحب هذا وتثني عليه وتدعو له، لا أن تنفر منه وتعرض عنه، فإنه لا ينصحك في هذا الزمان إلا من يحبك ويحب لك الخير. فلا تكسر مرآتك حين تبدي لك عيبا في وجهك، بل حافظ عليها وزدها صقلا. وبارك الله في امرئ أهدى إلي عيوبي. دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.